لكن زي ما اقول وكمان هناقش مع سهام في الموضوع دوت، ان العمليه مش عمليه تحفيز بس، العمليه على المستوى المعنوي لازم تكون مدروسه بشكل كويس قوي. زي ما قلنا الحوافز والدوافع موجوده لا خلاف، لكن التاهيل المعنوي مهم جدا. وعايز اقول لحضراتكم كمان على المستوى التاهيل المعنوي من خلال موسيماني ومن خلالنا احنا كجماهير وسوشيال ميديا وصحافه، لازم كمان تكون بهدوء، وده الكلام اللي قلته اول ما عرفنا ان احنا هنوصل النهائي، بهدوء بدون ضغوطات، لان طبعا الاوفر موتيفيشن او التحفيز العالي او التحفيز الزياده شويه بيؤدي بنتيجه عكسيه في بعض الاحيان، مبالغ عن مبالغ فيه نخرج عن التركيز شويه. فخلينا نتكلم ان شاء الله ان كل اهلاوي وكل واحد بيحب النادي الاهلي وبيحب كيان النادي الاهلي ان شاء الله سبورت للفريق، هنتكلم ان شاء الله على فرقتنا لغايه المباراه النهائيه بكل هدوء بكل تركيز، هنوفر لحضراتكم كل معلومه، هنوفر لحضراتكم كل الكواليس التدريبات الاجتماعات، ولكن كل دوت من خلال هدوء وتركيز، وان شاء الله باذن الله يتوج النادي الاهلي بالبطوله الغاليه ان شاء الله.